بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه رواية ورش، أقرأ بعد ذلك بقراءة ابن كثير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم أقرأ بعد ذلك برواية خلف عن حمزة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم أختم بقراءة أبي جعفر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مدى محمد السيد خطاب، مركز دمنهور محافظة البحيرة، حاصل على المركز الأول على العالم في فرع القراءات وتوجيهها بالمسابقة الدولية المصرية، وقد كرمت من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر رمضان الماضي في ليلة القدر، وهذا شرف عظيم لي. وأنا أشرف بالعمل مدرسا بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا جامعة الأزهر، وقد من الله علي بأن حصلت على معهد القراءات، حصلت على مرحلة التجويد ثم مرحلة عالية القراءات ثم مرحلة التخصص، وكنت في هذه المرحلة الثانية على الجمهورية، ثم حصلت على كلية القرآن الكريم وكنت الأول على الدفعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الفرق الأربع، وهذا بفضل الله تعالى. ثم سجلت الماجستير ثم الدكتوراه، والحمد لله الآن أنا مدرس بكلية القرآن الكريم بقسم القراءات وعلومها بطنطا، وهذا شرف عظيم لي. القراءات علم من العلوم الهامة التي يدرسها المسلمون. القراءات هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اليسر على الأمة. فنحن في مصر وفي أغلب العالم الإسلامي نقرأ برواية حفص عن عاصم، هناك بلاد أخرى تقرأ برواية قارون عن نافع، وبلاد أخرى تقرأ برواية ورش عن نافع، وهناك بلاد أخرى تقرأ برواية أبي الدوري عن أبي عمرو. وهكذا هذه القراءات تنتشر في العالم الإسلامي كله، خاصة بعض الروايات. أسباب انتشار هذه الروايات في العالم الإسلامي معروفة، وهذه القراءات جاءت للتيسير على الأمة. كانت القبائل نزول القرآن الكريم في وقت نزول القرآن الكريم تتكلم بلهجات مختلفة، ويصعب أن تتوحد هذه اللهجات، فكان من تيسير الله على الأمة أن سمح أن تقرأ هذه القبائل بلهجاتها وما يتناسب مع لسانها. ومن هنا جاء اليسر على الأمة بأن سمح لها أن تقرأ بأكثر من قراءة بما يتوافق مع لهجتها ولسانها. العالم الإسلامي به أهل تخصص في هذه القراءات. نحن في مصر يعني نرأس وندير هذا المجال، والعلماء من مصر ينشرون هذا العلم في كل مكان. نحن ندرس القراءات العشر، يعني كل قارئ عنه راويان، إذن هذه قراءات عشر والرواة عشرون، فنحن نتعلم الروايات العشرين. نحن نقرأ في مصر يقرأ العامة برواية واحدة من الروايات العشرين، لكن أهل التخصص يدرسون الروايات العشرين كلها وينشرونها. وجود هذه الفئة في الأمة لازمة حتى تحافظ على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءات وروايات متعددة.